سلام، كنتمنى انكم تكونوا بخير. مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد اللي غنهضروا فيه ان شاء الله على ثلاثه ديال المشاكل كيواجهوهم الطلبه اللي كيقراو في لافاك. الناس اللي انتريسي بلي كور دو سوتيان، مرحبا بكم. كنديروا لي كور دو سوتيان جميع المستويات، سواء الاس 1 وسواء الاس 3، وحتى الناس اللي عندهم دوغ وكيديروا بريباراسيون ديال الفارماسي، سواء عندهم دوغ ولا عندهم ليسونس ولا اي مستوى عندهم. صاب هاد المستويات كاملين كنخدموا معاهم باثمنه مناسبه جدا. تواصلوا معنا للمزيد من المعلومات. بالنسبه ليا اي طالب كيواجه ثلاثه المشاكل في لافاك. اول مشكل هو اللغه، ثاني مشكل هو مشكل الحريه، ثالث مشكل هو انه كيتبدل عليه الجو كيف ما كنقولوا بالدارجه. فالمشكل ديال اللغه الحمد لله انه ما كيطيحوش فيه بزاف ديال الناس، حيت كاين الناس اللي تبارك الله يلا شدوا الباك وعندهم واحد المستوى جيد في اللغه، سيرتو لا لونغ سيونتيفيك، فاهمين. ولكن الناس اللي قراو الباك بالعربيه فغيلقاو مشكل كبير في هاد الجهه، وكنصحهم انهم يبداو بريباراسيون ديالهم من دابا باش يلاه يقدروا يواكبوا لاكسيليراسيون ديال لافاك. بالنسبه للمشكل الثاني اللي هو مشكل الحريه، كيف ما كتعرفوا فان لافاك ما فيهاش لابسونس، ما فيهاش الغياب، دونك الطلبه كياخذوا هاد النقطه ماشي بمحمل الجد، وكيبقوا يغيبوا وقت ما بغاو ويدخلوا وقت ما بغاو، وهذه حاجه اللي ما ختماش. فضروري انك تحضر، كل ما حضرتي وكل ما تبعتي مع البروف ديالك كل ما مزيان، لانه كتفهم اولا، ثانيا كتكون عندك فكره على داك الموديول، ثالثا كتكون عارف ليكزام شنو غادي يكون فيه وشنو هما لي بارتي اللي كيركز فيهم البروف. وبالنسبه للمشكل الثالث اللي هو ان الطالب ولا الطالبه كيتبدل عليهم الجو، مثلا ففي الليسي كان معروف اصدقاء ديالو، معروف القسم اللي غيدخل ليه، معروف الاساتذه اللي كيقريهم، وهذا الشيء كامل كان ديجا ملفوت لسين هو كيقرا. دونك غينتقل من الليسي للجامعه، يقدروا ما يقراوش مع اصحابو، يقدروا يكونوا ناس جداد عليه، السيستيم مختلف تماما. البروف اللي كيقريك الكور ماشي هو اللي كيقريك التي دي، ماشي هو اللي كيقريك التي بي. البروف اللي كتقرا عنده في الصباح ماشي هو اللي كتقرا عنده في العشيه، يقدر البروف تشوفه غير مره واحده في حياتك كامله. دونك هادو بزاف ديال العوامل اللي كيواجههم الطالب، وهادشي كيكون شي ناس اولا شي طلبه كيجيهم هادشي صعيب ومخربق. دونك النصيحه اللي نقدر نقول لكم هو انكم تبداو من دابا باش ما تلقاوش مشكل اللغه. بالنسبه للافاك تحاولوا تلتزموا ما امكن انكم تحضروا. بالنسبه للمحيط وخا يتبدل عليكم ما ديوهاش فيه كيف ما كنقولوا بالدارجه، دير اللي عليك، خدم، احضر، تقاتل، راجع في الدار، وان شاء الله غادي تفايد بنقط اللي مزيان.